السلام عليكم. بريطانيا شكلت تحالفا جديدا من شأنه الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل أكبر وعلى العديد من المستويات، وذلك لمنعه من الاستمرار في عمليته العسكرية في أوكرانيا. الأمر صدر بهذا الشكل مؤخرا من قبل الحكومة البريطانية نفسها، التي أعلنت عن هذا التحالف الجديد المكون من 5 دول، كما تلاحظون الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا نفسها، وكندا، واليابان، وكذلك فرنسا. وهذا التحالف تم الإعلان عن ولادته في اجتماعات مهمة لمجموعة الدول السبع في اليابان تحديدا، والتي رأيناها بداية هذا الأسبوع منذ يوم الأحد. وطبعا الفكرة الأساسية من هذا التحالف وهذا الحلف الجديد هو من أجل مواجهة مسألة الوقود النووي الروسي. طبعا الوقود النووي الذي يعتبر مهما للغاية في عملية الطاقة وفي تزويد، طبعا وهو يعتبر وقودا، هذا الوقود النووي يستخدم في عملية تشغيل المفاعلات النووية حول العالم، هذه هي الأهمية الخاصة به، وكذلك يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بشكل أساسي، وله خطط استراتيجية مهمة تعمل عليه العديد من الدول من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية. وبالتالي الفكرة الأساسية هنا من هذه الدول التي تعتبر من حلف الناتو بالإضافة إلى اليابان في الجي 7، بأننا يجب أن نعتمد على نفسنا في مسألة الوقود النووي، وأن لا نعتمد على روسيا في مسألة الحصول على الوقود النووي، لأن في العادة روسيا هي التي ترسل الوقود النووي لهذه الدول لكي تشغل مفاعلاتها النووية وتحصل على الكهرباء من خلال هذا الوقود طبعا النووي. تعتبر مسألة مهمة، بالتالي نحن نريد الاعتماد على أنفسنا الآن، ونقوم بمداورة والاستفادة من بعضنا البعض في مسألة الحصول على الوقود النووي دون شرائه طبعا من روسيا. وهذا يعني ببساطة بأن ستكون هنالك أموالا أقل لروسيا، لأن لن يشترون بعد الآن، على الأقل هذه الدول التي نتحدث عنها لن تشتري بعد الآن الوقود النووي. بالإضافة إلى ذلك إنها ستزيد الضغوط بشكل أكبر على روسيا، لأننا كما نعلم منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية توقفت العديد من الدول من عملية شراء النفط الروسي، وكذلك توقفت العديد من الدول أيضا من شراء الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي أوروبا لم تعد تعتمد عليه، طبعا نتحدث عن الغاز الطبيعي القادم من روسيا، توقفت تقريبا أوروبا من عملية استغلاله، وبالتالي ضغط أكبر وأكبر على روسيا. ولكن طبعا الوقود النووي مسألة مهمة، يجب أن ننتبه أن هذا ليس قرارا ليوم واحد فقط، أو جاء عبارة عن لحظة غضب أو لحظة، لا أبدا، هي قضية استراتيجية مهمة بالنسبة خاصة لبريطانيا، لأن بريطانيا أساسا الآن تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية، تعتمد على الوقود النووي حقيقة في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 15%، ولديها خطة استراتيجية حتى عام 2050 بتطوير هذا الأمر وتصعيده بشكل أكبر، واستخدام واستغلال الوقود النووي في توفير 25% من الطاقة الكهربائية في بريطانيا. بالتالي هذه مسألة استراتيجية مهمة لا يمكن اتخاذ قرار سريع فيها، وبالتالي واضح أن القرار مدروس، ويريدون ضغطا كبيرا ووضع ضغطا كبيرا على روسيا من خلال هذا التحرك. وبالتالي عزل روسيا ليس فقط في النفط وفي الغاز، وإنما الآن في الطاقة النووية، وروسيا تعتبر متجرا للطاقة النووية، ليست فقط الوقود النووية، العالم يعتمد في بعض الأحيان وفي بعض السنين ولمدة 15 عاما، من عام 2000 حتى عام 2015 أغلب الاتفاقيات النووية حول العالم، و50% من الاتفاقيات النووية حول العالم هي كانت بيد روسيا، وأنشأت الكثير من المفاعلات النووية. ونتحدث هنا عن أهم الشركات الروسية، وهي شركة روزاتم تحديدا هي التي تقود هذه المسائل. وبالتالي هذه الشركة الآن ستبدأ بالشعور بالضغط شيئا فشيئا، خاصة إذا ما انضمت العديد من الدول الأوروبية من حلف الناتو وغيرها لهذه الخطة الجديدة والاكتفاء الذاتي في مسألة الوقود النووي. وبالتالي نحن أمام ظرف جديد وتطور وتصعيد جديد لمنع بوتين كما تحدثنا من عملية تمويل العملية العسكرية في أوكرانيا والاستمرار بها. وتوقيت هذا القرار هو يأتي حقيقة في توقيت مهم، التوقيت هنا يأتي قبل هجوم كبير يتم الحديث عنه بشكل كبير، حول هجوم أوكراني قادم على القوات الروسية الموجودة في الداخل الأوكراني. وطبعا الحديث هنا مهم للغاية، خاصة وأن هذا الهجوم جاءت عنه تفاصيل جديدة من قبل نيوزويك الأمريكية، التي تحصلت على وثائق استخبارية سربت معلومة منها مهمة بأن هذا الهجوم سيكون في 30 أبريل. نتحدث عن الهجوم الأوكراني هنا الذي يترقبه الجميع، والأمريكيون
وحلف الناتو العالم بأكمله يريدون معرفة ما الذي سيفعلونه الأوكرانيين هنا 30 من أبريل نهاية هذا الشهر. من المفترض أن يكون الهجوم حاضرا، وهنالك توقعات بأنه قد يؤجل إلى مايو، لكن هذه معلومة مهمة يجب أن ننتبه إليها، ويجب أن ننتبه إلى التوقيت الذي تشكل فيها هذا الحلف الذي طبعا يستهدف الوقود النووي الروسي بشكل واضح، وأن هذا الهجوم الأوكراني سيكون كبير، خاصة وأن الآن الأوكرانيين يستفيدون من الوقت ويستغلون الوقت. تحصلوا على 13 طائرة من سلوفاكيا من طائرات الميك 29، بدأت تصبح لهم قوة جوية ستساند الدبابات والمدرعات والقدرات الأوكرانية لتحقيق شيء كبير طبعا ضد روسيا. وحتى أنك كنا أمام تصريحات مهمة صدرت في 24 ساعة الماضية من قبل رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وهو بودانوف، الذي قال بهذا اللقاء، بهذه اللقطة من اللقاء، بأن الهجوم سيكون هجوما كبيرا وناجحا للغاية، وجدد تأكيده على مسألة أن هذا الهجوم لن يكون ناجحا فقط، ولكنه جدد مسألة تحدث عنها العام الماضي وعاد لتكرارها الآن وأكدها، وقال بأن نهاية صيف عام 2023 القوات الأوكرانية ستصل إلى شبه جزيرة القرم، أي بمعنى آخر بأننا لن نعيد فقط جميع المناطق الموجودة في الجنوب الأوكرانية التي سنقاتل من أجلها وما خسرناه في عام 2022، وإنما سنستعيد أيضا ما خسرناه في عام 2014 ألا وهي شبه جزيرة القرم. وهذه طبعا التفاصيل وهذا الكلام وهذا التصريح هو يعطيك فكرة عامة وتأكيدا آخرا بأن الهجوم القادم سيكون تجاه بحر آزوف وتجاه طبعا شبه جزيرة القرم كخطة عسكرية أوكرانية. المثير بهذا الأمر وما يؤكد أيضا أن هذه المنطقة هي التي ستتعرض للهجوم هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة هذه المنطقة، صدق أو لا تصدق، وزار خيرسون بحسب ما تحدث عنه الكرملين بهذا الشكل الذي ترونه اليوم، بأنه كان في خيرسون في الأراضي الأوكرانية، منطقة ستكون ملتهبة للغاية. والرجل طبعا كان قد نشر له مقطعا مصورا وهو يسير في مدينة خيرسون مع القيادات الروسية، وواضح جدا أنه كان مع القيادة الروسية الموجودة في تلك المنطقة. إذا ما ألقينا نظرة على اللحظات الأولى لوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي لحظة مهمة للغاية، منطقة مهمة للغاية، الجميع ينتظر ما الذي ستفعله أيضا روسيا من الجهة الأخرى. طبعا واضح جدا أنه مهتم تماما في تحقيق دفاع ناجح ضد الهجوم الأوكراني والتخطيط استراتيجيا عن ما سيفعلونه، ما الذي سيعطونه للأوكرانيين وما الذي سيكسبونه طبعا من الأوكرانيين. وبالتالي هي لحظة تاريخية مهمة ستعني الأيام القادمة الكثير طبعا من هذه الزيارات العسكرية والتحركات والتصريحات. ولكن كان هنالك مشككين بأن بوتين لم يكن في خيرسون، البعض قال بأنه لم يكن في خيرسون حقيقة، وهذا الأمر ليس صحيحا، البعض قال أنه كان في خيرسون، هنالك كذب من الإعلام الروسي وغيرها، كلام كثير وإشاعات كثيرة حول هذه المسألة. ولكننا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة هنا، إذا ما حاولنا أن نحدد موقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن ننتبه إلى سلامة الرئيس الروسي طبعا في الدرجة الأساس، إن كنا نحن من نخطط لعملية وصوله إلى هذه المنطقة الملتهبة. هذه المنطقة التي ترونها باللون الأخضر هي كلها خيرسون طبعا، والقوات الأوكرانية هي تتواجد خلف نهر الدنيبر. كما نعلم منذ فترة الماضية القوات الروسية انسحبت إلى خلف نهر الدنيبر من أجل اتخاذه كخط دفاعي بالنسبة لهم، والقوات الأوكرانية طبعا يجب أن ننتبه أيضا هي موجودة في زاباروجيا وأوريخيف هنا، وبالتالي هنالك وهذه المنطقة ملتهبة، منطقة ليست بالسهلة، وبالتالي على هذا الأساس ليس هنالك منطقة أن تضع حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت الخطر وتجعله يزور مثلا الخطوط الأمامية، سيكون هذا خطرا طبعا، هذه المناطق كلها تحت الخطر ومناطق ممكن أن يستهدف فيها بأي شكل من الأشكال، إن كانت هنالك أي معلومة استخبارية أو سرية أو جواسيس موجودين في هذه المنطقة ممكن أن يسربون أن بوتين في هذه المنطقة، وبعدها تأتي وابل الطائرات المسيرة أو الصواريخ لتستهدفه، وبالتالي حتى المناطق الوسطية هي خطرة. المنطقة الوحيدة المنطقية لكي يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المناطق بنجاح هي هذه النقاط تقريبا الموجودة هنا على بحر آزوف، لسببين: إن حدث شيئا فنستطيع ويستطيع من الانسحاب بسرعة إلى شبه جزيرة القرم أو عبر بحر آزوف للتوجه مباشرة
مباشرة طبعا إلى روسيا، وهذا الأمر هو الذي تأكد طبعا من خلال إحدى اللقطات لهذا التصوير الذي جاء من عجلات أو الركل الخاص بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من هذه الكلمة التي يبدو بأنها المنطقة التي يزورها طبعا ونقطة الترحيب بدخوله طبعا للمدينة. وهذه الكلمة إن وضعناها وتبدو هي طبعا في اللغة الأوكرانية، إن وضعتها على الويكيبيديا وبحثت عنها ستجد بأنها تتطابق مع اسم مدينة يطلق عليها هنشيسك كما تلاحظون بحسب الويكيبيديا كما ترى بهذه الطريقة. وأيضا في نفس الوقت إن هذه المنطقة التي نتحدث عنها، ودعونا نأخذ اللون الأزرق هنا، إن هذه المنطقة للتأكد منها طبعا فإن هنالك صليبا متقدما على هذه القطعة الترحيبية أو التي يأتي فيها اسم المدينة التي نتحدث عنها. وأيضا نلاحظ بأن هنالك مبنى خلفي أو مستودع كبير موجود مع مباني أخرى نوعا ما موجودة في هذه المنطقة، وهذا هو الطريق الذي كان يسير فيه الرتل، لكن بوتين ليس ظاهرا طبعا في هذه الصورة. هي مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، ولكن دعونا نحاول إيجاد هذه المنطقة. سنتجه طبعا إلى مدينة هنشيسك، وستجد نفسك بأنك أمام هذه المنطقة. هذه هي منطقة هنشيسك، المدخل الرئيسي لها يأتي من الشمال كما تلاحظون، وهذه هي النقاط وبعض المستودعات التي تبدو متشابهة مع ما رأيناه، والمدخل الرئيسي الذي لاحظناه يأتي هنا من النقطة الترحيبية من الظل الخاص بها. وكذلك ستلاحظ أنت أمام هذا الصليب الذي يأتي هنا بهذا الاتجاه الذي ترونه، وبالتالي نحن فعلا إذا ما أخذنا صورة أوضح لهذه المنطقة لكي نقارنها مع المبنى الخلفي ستلاحظ أنت فعلا أمام نفس العلامات. هذه هي قطعة الترحيب، وهذا هو الصليب المتقدم، وهذا هو المبنى، وبالتالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخل من هذه النقطة إلى هنشيسك، وهذا يؤكد بأنه فعلا دخل إلى هذه المنطقة وكان موجودا في خيرسون ولكن لم يكن ظاهرا في هذه الصورة. قد يكون كل شيء، قد يكون تصويرا قديما أيضا، ولكن هذه صورة أخرى قد تؤكد لنا الكثير. أثناء ما يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالترحيب بأحد قياداته، أنت أمام مبنى كبير للغاية من الشبابيك، من هيئة هذا المبنى هو مبنى عميق ليس بالمبنى العادي، ولدينا برج هنا أيضا كبير يأتي بعد هذا المبنى أو مقابل هذا المبنى من هذا الاتجاه. وأيضا نحن أمام منطقة مزروعة فيها أشجار، هذه شجرة كبيرة قد تكون مفيدة مع الطريق الذي يأتي طبعا للخروج من هنا. وبعد هذه المنطقة المزروعة كما نلاحظ من تحت الأقدام أو خلف أقدام هؤلاء القيادات الموجودين في القوات الروسية طبعا يوضح لنا بأنهم يلقي التحية على بوتين، وبالتالي بوتين يقف في هذه النقطة. أيضا البرج، كيف هو شكل البرج؟ ليس واضحا من هذه الصورة، ولكن البرج كان واضحا من هذه اللقطة خلف الرئيس الروسي وهو يتحرك في نفس المنطقة على ما يبدو، وهذا هو الشكل الأساسي لهذا البرج. أيضا كنا أمام لقطة أخرى يبدو بأن التصوير كان قادما من مروحية لهذه المدينة التي يبدو كل سقف فيها باللون الأزرق مقارنة بأي مبنى آخر، وبعد ذلك تظهر هذه العلامة أو الدائرة باللون الأزرق التي تأتي منفصلة طبعا عن المباني الزرقاء، وهذا هو بحر آزوف إلى الشمال. مسألة مهمة للغاية لتحديد حقيقة هذا الأمر، وبالتالي بالانسحاب من هذه النقطة التي كنا فيها الآن ونحاول أن نجد هذه النقاط تحديدا المنطقة التي كان سقفها بالمباني الزرقاء، سنلاحظ أننا إذا اقتربنا وقمنا بعملية جرد هذه المنطقة البحث في هذه المنطقة بجانب بحر آزوف، فأنت أمام هذه المدينة باللون الأزرق وأمام هذه المدينة التي تأتي إلى جنوبها، وعندما تأتي إليها ستلاحظ هنالك مبنى كبير هنا بهذا الاتجاه وإلى جانبه وإلى شماله تقريبا يأتي هذا البرج الذي تلاحظونه من الظل. لاحظنا هذا البرج، لنأخذ صورة أوضح من القمر الصناعي لنلاحظ هذه الصورة بشكل أوضح. ها أنت أمام البرج، هذا هو بالضبط البرج الذي كان ظاهرا لنا، وبالتالي عندما تقارن مع هذا المبنى خاصة بالاتجاه إلى اليمين قليلا ونحاول أن نجعل نفسنا وكأننا نحن من كنا نصور المنظر عندما كان يرحب أحد القادة في القوات الروسية بي طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستلاحظ بأنك أمام هذا البرج من الظل الخاص به. هذا هو المبنى، هذه إحدى الشجرات التي كانت ظاهرة والشجرة الكبير على ما يبدو، وهذا يوضح طبعا مع المخرج الخاص هنا يوضح بأن بوتين كان يقف هنا عندما يقوم بالتحية مع هذا القائد أو هذا القيادي الموجود طبعا في القوات الروسية طبعا. وأيضا هذا إذن تأكيد كبير جدا على وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خيرسون، وأن لا شك في هذه المسألة. أيضا إذا ما ابتعدنا لنذهب إلى المنطقة الزرقاء أو المباني الزرقاء، وهي مسألة مهمة للغاية. لماذا؟ لأننا سنعرف كيف خططوا لإدخاله وإخراج الرئيس الروسي طبعا بالالتفاف 180 درجة، فهذه المنطقة سهلة للغاية أن تجدها، كل علامة متشابهة
مما رأينا، وبالتالي هذا يوضح بأن عملية انسحاب أو خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت عبر بحر آزوف بهذا الشكل الذي ترونه إلى الداخل الروسي، وهذا يعني أن خطة عملية دخوله كانت بسيطة للغاية، بمروحية جاء إلى هذه المنطقة، قام بهذه الزيارات، وبعد ذلك انسحب بهذا الشكل إلى الداخل الروسي كما ترون. وتأكيد كبير جدا على أن أيضا أن هذه النقاط التي زارها هي نقطة القيادة المركزية والأساسية للقوات الروسية التي تستعد وتضع الخطة الكاملة لمواجهة الهجوم الأوكراني الكبير. هنا قد تكون حتى فيها دفعة معنوية كبيرة جدا للقوات الروسية لما هو قادم من القوات الأوكرانية، وطبعا هنالك ضغط أوكراني كبير حتى قبل هذا الهجوم. هنالك تفاصيل مهمة للغاية كانت قد نشرت من معهد دراسات الحرب الذي ترونه في 24 ساعة الماضية عن ترتيبات تأتي من قبل الأوكرانيين تجاه سيفريسك، هنا التي ترونها سيفريسك وباخموت وأفدييفكا. طبعا أكثر نقطتين مشتعلة الآن هي أفدييفكا وباخموت، ولكن تجاه سيفريسك القوات الأوكرانية تأخذ احتياطاتها في عدد من النقاط، ووزارة الدفاع البريطانية تحدثت عن مسائل وترتيبات مهمة تأتي من القوات الروسية تجاه باخموت تحديدا. وإذا ما ذهبنا إلى خارطتنا المحدثة لكي نفهم ما الذي يجري هنا، فبالنسبة للقوات الأوكرانية بحسب هذه التفاصيل التي نشرت طبعا من قبل معهد دراسات الحرب وحتى الكريتيكال ثريت، أكدت أن القوات الأوكرانية الآن في سيفريسك هي قامت بعملية هجوم على بيلوغوريفكا، وقامت بالتقدم، لاحظ اللون الأخضر الموجود هنا، قامت بالتقدم أساسا تجاه بيلوغوريفكا، واستطاعت من الحصول أو عملية الوصول إلى عدد من النقاط سيطرت عليها وعادت السيطرة عليها من القوات الشيشانية. فالقوات الشيشانية هي الموجودة هنا في هذه المنطقة، بالتالي نوعا ما حققوا تقدما في هذه المنطقة بحسب معهد دراسات الحرب. ويجب أن ننتبه أن القوات الأوكرانية طبعا تسيطر على المرتفعات هنا وتسيطر على المرتفعات هنا وتشكل خطوط دفاعية مهمة للغاية تمنع القوات الروسية من التفكير من عملية استغلال ما يجري في باخموت، استغلال السيطرة الكبيرة التي تحققها هنا القوات الروسية من أجل التقدم طبعا تجاه سيفريسك. فسيفريسك إن سقطت بأي شكل من الأشكال حتى بيلوغوريفكا تحديدا إن سيطروا عليها ستكون لديهم مرونة كبيرة في التعامل مع الأمور. أولا ستفتح الباب لهم للسيطرة على سيفريسك طبعا، وكذلك ستفتح لهم الباب للتوجه إلى يامبيل إلى ليمان، وهذا ما سيفتح الباب أيضا لمهاجمة إحدى أهم النقاط على الإطلاق ألا وهي سلوفيانسك. هنا لاحظ كيف أن الأمور ممكن أن تتغير إذا ما سيطروا على سيفريسك بأي شكل من الأشكال، وهذا ما تحاول القوات الأوكرانية منعه قبل البدء بالهجوم الكبير. لا يريدون مباغتة وهجوم مباغت من قبل القوات الروسية ممكن أن يشتت الموقف عليهم. أيضا بالنسبة لوزارة الدفاع البريطانية ما أكدته هنا من تفاصيل جديدة، أكدت بأن القتال الذي يأتي أساسا في أفدييفكا، وهذه هي أفدييفكا التي ترونها لنبتعد قليلا، تحدثت بصريح العبارة بأن القوات الروسية الآن ونوع القتال الموجود هنا في مدينة دانييتسك واتجاه أفدييفكا نوعا ما قد خف، المقاتلين عددهم قل والهجمات قد قلت، وذلك لأنهم يجدون أن هنالك تعزيزات لباخموت كبيرة من أجل أنهم يبحثون عن انتصارا في باخموت. والقوات الأوكرانية من جهة أخرى هي تقوم عملية محاولة الصمود في باخموت قدر الإمكان حتى لحظة بدء الهجوم المطلوب من قبل القوات الأوكرانية لكي تتبعثر الجبهات بالنسبة للقوات الروسية وتدخل في مرحلة نقطة صعبة للغاية، وقد تنهار حتى المعنويات في باخموت إذا ما تحقق من الهجوم الأوكراني الكبير شيئا جيدا من الممكن أن يرفع المعنويات بشكل أكبر بالنسبة لهم. والقوات طبعا وقوات فاغنر لا زالت تتقدم في منطقة باخموت بشكل كبير، وهي تحقق بعضا من التقدم محققت في هذه المنطقة. إذا ما عدنا بالتاريخ قليلا الآن من هذه المنطقة في 18 في 17 ستلاحظ هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها كان فيها تقدم جيد بالنسبة لقوات فاغنر تجاه المحطة، لاحظ كيف هو التقدم قد تحقق طبعا بالنسبة لهم. وأيضا أن كان هنالك تقدما خطيرا للغاية هو الأخطر مقارنة بالمحطة، لاحظ كيف تغيرت الأمور، لاحظ هذه المنطقة كيف أنهم تقدموا بها من منطقة وضاحية سيليش، وهذا التقدم طبعا أدى وأجبر القوات الأوكرانية هنا أن يحدثوا انفجارا كبيرا لإيقاف القوات والتقدم قوات فاغنر والقوات الروسية في هذه المنطقة، وكانت هذه هي لقطة الانفجار الكبير الذي ذكرته لكم بهذه الطريقة. وطبعا ظهرت جنود الأوكران بعد عملية التفجير الكبيرة التي نتحدث عنها من أجل عملية طبعا
ببساطة عرقلت القوات الروسية من التقدم. هؤلاء هم الأوكرانيين وهم يصورون أنفسهم يفخخون المناطق يحاولون إضعاف القوات طبعا الروسية قدر الإمكان. وأيضا يجب أن ننتبه ونتأكد هل أن هذا الانفجار جاء في النقطة التي تحدثنا عنها. عندما تتوقف ستجد انتهاء هذه المنطقة أو هذه الحديقة نوعا ما بشكلها المميز. إذا ما ذهبنا للقمر الصناعي بسرعة لكي نتأكد من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها من التقدم ومن الانفجار، فإنك تتجه إلى سيليش لكي ترى طبيعة التقدم الذي جاء، وستجد بأن هذه الحديقة التي تحدثنا عنها أو المتنزه إن صح التعبير ستجده هنا متطابقا تماما، تلتف 180 درجة ببساطة من هذه المنطقة، وستعلم بأن المنطقة التي ضربت هي هذا المبنى الأزرق الكبير. انتظروا القوات الروسية تدخل هنا وفجروه، وبالتالي يحاولون عرقلة التقدم قدر الإمكان الروسي تجاه هذه المناطق لينتظروا الهجوم القادم الكبير الأوكراني الذي قد يعني الكثير في الفترة القادمة بالنسبة لهم، حتى على مستوى باخموت وقد تكون حتى على مستوى جبهات أخرى. ترقب كبير وتطور كبير وتحالف جديد، والكل ينتظر أيضا ما الذي ممكن أن يحققه هذا التحالف الذي تحدثنا عنه في مسألة عزل روسيا في الوقود النووي من تحقيق شيء فعلا.